فعلا أن هذه المكتبة هي مكتبة موروثة أبا عن جد كابرا عن كابر. أنا أجدادي كانوا علماء ويمتهنون القضاء، وتجارتهم هو المخطوط والكتب ونسخ المخطوط والإتيان به من الغرب الإسلامي. وحتى بعد سقوط غرناطة وجدت لهم أثر في ذلك، المخطوطات اللي بعد سقوط غرناطة اللي هبطت المملكة المغربية آنذاك، جبرت مجموعة من المخطوطات اللي مؤلفيها علماء أندلس واللي كانت كتب معتمدة وكانوا يجلبونها وينسخونها، ولا أدل على ذلك. عن جدي الثامن لدي مخطوطة له، وهكذا ذلك حتى والدي. ومن حسن الحظ أن الأسرة كان ذكور فرادة، أي أن الواحد يلد فرد واحد ذكر والباقي كله إناث، وبهذا احتفظنا على أنها لم تكون من حظي مجموعة من الورثة، بل كانت يرثها واحدا عن واحد حتى والدي. وحتى المرأة يمكنها أن تعتني بالكتب والمكتبات أستاذ سيبوي؟ لا، لدي عمات وجدات كانوا من جهابذة العالمات معروفات، ولدي مخطوطات ممكن لك تطالع عليهم، أديبات كانوا ينسخون الكتب، حتى أن إحداهن هي التي نقلت كل ديوان جد أبي اللي هو عبد الباقي، نقلته بيمينها وعندي الآن نقلها، لأن الأسرة كانت أسرة علم، كانوا يسافرون كثيرا من أجل طلب العلم، حتى فيهم من درس في اليمن وفيهم من درس في الشام في حمص ودمشق وحلب، وفيهم من كان في الهلال الخصيب في القدس في طرقهم الحج.